طالما أنت عايش بالسويد فأنت عندك ميزة تحصل على أسماك ممتازة من بحر البلطيق ومن بحيرات كبيرة تانية مثل فانن وفتن. بس رغم أنه هالشي ميزة فلازم نكون حذرين من مواد سمية محددة بهالسمك. بهالفيديو من أكثر مصدركم للمعلومات الموثوقة بالسويد رح تحصلوا على موجز عن أهم التعليمات اللي أصدرتها وكالة الأغذية السويدية بهالخصوص. أكثر منصة الأخبار الرسمية والأكبر في السويد. في مادتين ساميتين موجودين بالبيئة بشكل طبيعي بنعرفهم باسم ديكسونات وبيسيبيس، والبشر معرضين لهالمادتين عبر الطعام مثل السمك، اللحم ومنتجات الألبان، ولكن بنوجدوا أكثر شيء بالأسماك المدهنة مثل الرنجة. بالعموم مستويات هالمادتين الساميتين بيكونوا أعلى بكل الأسماك اللي بتم صيدهم بشكل بري من المناطق الملوثة، واللي هنن بشكل رئيسي ببحر البلطيق وخليج بوتنيسكا وبحيرة فانن وبحيرة فيتن. طبعاً هالمادتين ممكن يتراكموا ويبقوا لفترات طويلة جداً جوا الجسم، والرضع ممكن يتسمموا منه عبر حليب أمهاتهم، حساسين بشكل، والأطفال والمراهقين كمان حساسين لهالنوع من المواد السامة، وحتى الأجنة ببطن أمهاتهم ممكن ينتقل إلهم السم عبر المشيمة، ولهيك ننصح باتخاذ الإجراءات كلها لعدم تعرض الأطفال أو النساء بسن الحمل لكميات كبيرة من هالمواد. طبعاً التعرض للديوكسين وبقية السموم إلها تأثيرات كبيرة على العقل والجهاز المناعي والنطاف والأسنان، وممكن التعرض إلها بكميات كبيرة بسبب التهابات جلدية كتير خطيرة وطويلة المدى. بالعموم تنصح وكالة الأغذية السويدية أن الأطفال والمراهقين والنساء بسن الحمل ما يأكلوا السمك اللي فيه تركيز عالي للمواد السمية أكثر من مرتين أو ثلاثة بالسنة، وبقية المستهلكين ما يأكلوا أكثر من مرة أو مرتين بالأسبوع. طبعاً هالنوع من السمك بيشمل السلمون والسلمون المرقط والرنجة والسمك المرقط اللي بتم صيدهم برياً بدءاً من الساحل الجنوبي لسكونة وصولاً لخليج بوثنيا، بما في ذلك البحيرات والأنهار. في شيء كتير مهم أنكم تنتبهوا له، السلمون اللي بينباع بالسوبر ماركت أغلبيته تم اصطياده من المحيطين الأطلسي أو الهادي، يعني من أماكن ما فيها مستويات عالية من المواد السمية. وبالحقيقة حتى السمك من بحر البلطيق وبقية الأماكن اللي ذكرناها واللي بينباع بالسوبر ماركت بشكل حر أو بمعلبات زجاجية بيكون على الأغلب مربى ضمن مزارع سمكية وما تم اصطياده بشكل بري. بأي حال كتير مهم تقرأوا المكتوب على الأغلفة ويكون عندكم معلومات كاملة عن السمك اللي عم تستهلكوه لتتجنبوا المساوئ ويضل عندكم ترف الاستمتاع بالحياة البحرية بالسويد. وهلأ بعد ما حكينا لكم مختصر عن الموضوع بتمنى تضلوا بصحة وخير وتضل السموم بعيدة عن أغذيتكم. لمعلومات ومواضيع أكثر عليكم تزوروا موقعنا أكثر.se، وأكيد رح تلاقوا الشيء اللي بهمكم. باي باي.